بيروت حرة حرة، إيران طلعي برا، بيروت حرة حرة، إيران طلعي برا. طب تركب بيروت حرة حرة، إيران طلعي برا. ما في طريقة ما ضربوني فيها، على ضلوعي على راسي، كان الضرب مركز على الراس، ركز بطريقة وحشية على الوجه. كان هنو عم يضربوا انه عم يستعملوا تعبير اقتلوا وخلاص منه، هيدا مدري مين بعته، ونحن عم نقول بيروت حرة حرة. لبالآخر وقت صرت على الباب برا، حطلي راسي على الأرض وحط إجره فوق راسي، وصار يضرب بإجره على راسي ويقول لي نحن دعسنا على راسك، ورجعنا وقفنا وقلنا بيروت حرة حرة وإيران طلعي برا. مساء الخير. لما بتمشي ببعض الشوارع والأحياء بلبنان بتسأل حالك، أنا بلبنان ولا بمكان تاني؟ ولكون دقيقة، هل أنا ببيروت أو طهران؟ في ذكرى اغتيال قاسم سليماني انتشرت على طريق المطار وضاحية بيروت الجنوبية صور سليماني ضمن حملة نحن قاسم، ونحن طبعاً بيقصدوا فيها السوريين واليمنيين والعراقيين واللبنانيين والفلسطينيين اللي كان قاسم سليماني بيتحكم بمصيرهم وأقدار بلدهم وبيحركها وفق مصلحة طهران كما بيادق الشطرنج. خليني أخبركم شو صار معي. كنت طالعة من ضاحية بيروت الجنوبية باتجاه منطقة خلدة على أوتوستراد الجنوب اللي بيمر قرب مطار رفيق الحريري الدولي. هيدا الطريق اللي بيمشي فيه كل ذاهب إلى المطار وكل قادم إلى لبنان، يعني طريق أساسي بكل لبنان طريق المطار. المفاجأة كانت علق على جانبي طريق المطار صور عملاقة لقاسم سليماني. تخيلوا إنه رئيس جمهورية بلدي ميشيل عون ما إله ولا صورة على هيدا الطريق بغض النظر عن موقفي منه، بالوقت اللي قاسم سليماني اللي مش لبناني تملأ صور طريق مطار بلدي لبنان، وكأن من أعطى أمر تعليق تلك الصور بهذا الحجم وهذا الكم تقصد القول نحن من نتحكم في طريق المطار دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض. كان الموضوع مستفز مستفز مستفز. قاسم سليماني حتى تعلق صوره في بيروت؟ شو بيقرب لنا؟ الطرق والشوارع في لبنان ليست ملكاً لحزب الله كي يفعل بها ما يشاء. مسؤول إيراني، كيف تعلق صوره في شوارع العاصمة بيروت بالوقت اللي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ما إله صورة واحدة؟ بس بتعرفوا لما فكرت بالموضوع ما استغربت، لأنه جزء من إعلان خضوع لبنان للنفوذ الإيراني. بكل دول العالم المحترمة لا يعلق في الشوارع سوى صور رئيس الدولة، وحتى هذا الأمر نادر. مثلاً بمصر ما شفت صور للرئيس عبد الفتاح السيسي على طريق المطار وهيدا رئيس الدولة، ونفس الشيء بتركيا ما شفت بالشوارع صور للرئيس رجب طيب أردوغان. أما لبنان للأسف دايماً في شواذ. هون بيخطر عبالي الإشكال اللي حصل في الجامعة اللبنانية الأمريكية لما عمد طلاب موالين لحزب الله إلى تعليق صور لشخصيات من الحزب في قلب بيروت، واللي عمل طبعاً مشكلة مع أهل الحي. لكن إذا ركزنا بالمشهد حنلاقي إنه سلوك ممنهج لتغيير وجه لبنان الثقافي. كيف كانت البداية؟ البداية من ضاحية بيروت الجنوبية وتحديداً عام 1992. إذا بتقصد حارة حريك، ساحة الغبيرة
أوتوستراد السيد هادي الرويس بال2022 حتعرف من دون ما تسأل إنك في ضاحية بيروت الجنوبية. رايات السود، صور شهداء حزب الله، لافتات المقاومة، أقوال شخصيات حزب الله، وطبعاً الأمر بيكون واضح كالشمس إنك في ضاحية بيروت الجنوبية إذا زرت خلال مناسبة دينية، وأهم على الإطلاق ذكرى عاشوراء. بتشوف لافتات عليها أقوال الإمام الحسين والأعلام السوداء وارتداء أهل المنطقة ثياب العزاء. وبعدني ما بنسى لليوم لما علق أمام أحد الحسينيات في ساحة الغبيري رأس مقطوع بيفور منه لون أحمر كأنه دم، واللي رعى بالمرة والأهالي حتى اضطروا أنه يشالوه. ممارسات ما كانت موجودة قبل 1992. كانت ضاحية بيروت الجنوبية منطقة مختلطة فيها سنة ومسيحية والقليل من الشيعة، وكانت بتتميز إنها محافظة وأهل ملتزمين اجتماعياً ودينياً. وما كان اسمها ضاحية بيروت الجنوبية بل ساحل بعبدة، وكانوا بيقولوا على سكانها أهل الساحل. وحتى ذكرى عاشوراء كانوا بيحيوها بقراءة القرآن وليس إقامة المجالس العاشورائية الحزينة اللي بنشوفها اليوم. كان الهدف بوقتها جعل هذه الذكرى تقرب الناس من نهج الإمام الحسين والمعنى الحقيقي لاستشهاده والسير على خطاه بالثورة على الباطل والنضال من أجل نصرة الحق. أما اللي عم نشوفه اليوم هو بكل بساطة استعراض ديني باطن وسياسي. حزب الله يغزو ضاحية بيروت الجنوبية، هذا ما حدث مطلع التسعينات كما قال لي أحد أبناء المنطقة. جاء السكان الجدد من المناطق الريفية في الجنوب والبقاع بعد الحرب الأهلية، وطبعاً معظم من المؤيدين للمقاومة، ومن بعد أيدوا حزب الله اللي جعل ضاحية بيروت الجنوبية مركز نفوذه بين أهله وناسه. وحتى الشرطة ما كان إلى أي دور أو وجود إلا بعد بدء الحرب السورية. وبالواقع هلأ الكلمة الفصل بأي مشكل بين اثنين في الضاحية هي للحزب اللي بيقدر يفض المشكل من دون الذهاب إلى الشرطة. بلشت إذن عملية تغيير هوية المنطقة وشكلها حتى صارت تقريباً من لون واحد، أي أبناء الطائفة الشيعية الكريمة. طبعاً قبل دخول حزب الله إلى ضاحية بيروت الجنوبية كان المسيحية تركوها لاعتبارات للأسف تقسيمية كرستها الحرب الأهلية شرقية وغربية واللي استمرت حتى الآن في كل لبنان. لكن بقيوا السنة في ضاحية بيروت الجنوبية لأن في كتار منهم عايشين فيها أباً عن جد، وتحديداً أهل العرقوب من الجنوب اللي بيسكنوا حد بعض في أحياء مثل مارون مسك بالشياح. اختلف هذا الواقع بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005. بدأ السنة بترك ضاحية بيروت الجنوبية واستمر هذا النزوح بعد حرب تموز بال2006، لأن المنطقة مثل ما بيقولوا بطلت تشبهنا لا بالشكل ولا بالمضمون. بمعنى أدق صارت الحياة في ضاحية بيروت الجنوبية غير مريحة لأن الاختلاف مع حزب الله في الرأي ممنوع، بالإضافة إلى صعوبات واجهوها بالحياة اليومية مع بدء الحرب السورية وانتشار الحواجز الأمنية للجيش والدرك على مداخل الضاحية اللي سببت عجقة السير طلعت العالم من تيابها. مش بس هيك، الشباب اللي بيعملوا حواجز ويوقفوا السيارات للتفتيش وطلب الهويات من دون ما يكون عندهم صفة أمنية، واللي كان بيصير أثناء ذكرى عاشوراء بحجة حماية المنطقة، وهو طبعاً أمن ذاتي واللي بمعناه العميق رفض لسلطة الدولة اللي وحدة بحق إلا تكون صاحبة الأمن. أما السكان فما بيقدر يقولوا لعنصر من الحزب لا ما تفتش سيارتي أو بيرفض يعطيه هويتهم لأنهم الأقوى ومسلحين. من الآخر بيشتري مشكل. إذن ما حدث هو تغيير هوية المنطقة اجتماعياً وثقافياً واللي امتد من ضاحية بيروت الجنوبية وبعض مناطق الجنوب والبقاع إلى بيروت العاصمة. والأمثلة كتيرة، كان آخرها رفع شعارات مناهضة لدول الخليج خلال أزمة وزير الإعلام الأسبق جورج إرداحي ببرج براجني واللي بعدها موجودة لهلأ. متى بدأ هذا كله؟ بمطلع الثمانينات من طهران
عندما أعلن الخميني عن رغبته في تصدير الثورة الإيرانية، وكانت البداية بتصدير عبر السلاح من خلال الحرب مع العراق اللي استمرت 8 سنين من دون ما تحقق إيران أي نصر. فقرروا تصدير الثورة ثقافياً، ووقع الاختيار على لبنان باعتباره المثال الأعلى لدعم حركات المقاومة، بالإضافة إلى موقعه المثالي استراتيجياً جارة إسرائيل. بدأنا نشوف المجالس، وانتشر الشادور، ورفعت أقوال الخميني في شوارع ضاحية بيروت الجنوبية. وطبعاً تم هذا كله على نار هادئة استغرقت أكثر من 30 سنة. نفس السيناريو طبق في العراق لكن بوتيرة أسرع بعد الإعدام المهين للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واللي كانت لحظة بدء التيه السني وسقوط مشروع السنة في سوريا والعراق ولبنان، واللي سبقوا غياب مرجعيات كبرى مثل جمال عبد الناصر ورجال دولة مثل رشيد كرامي، والأهم انهزام المشروع الفلسطيني وترك العرب التام للسنة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين كي يواجهوا بمفردهم الاخطبوط الإيراني. وطبعاً اغتيال رفيق الحريري بـ 2005 كان ضربة قاسمة للسنة، واللي كانت نتيجته إطباق النفوذ الإيراني على لبنان من خلال حزب الله كقوة بديلة للاحتلال السوري والدولة اللبنانية الهشة. وللأسف السنة اليوم مشتتين أمام الوحدة الشيعية، لأنهم بيفتقدوا لمشروع داخلي يحجم الضياع اللي عم بيعانوا منه. وكانت النتيجة بدء تغير وجه لبنان المتنور المحافظ المتحرر المتنوع. كرمال هيك ما عم بستغرب الأصوات اللي عم ترجع الطالب اليوم بفيدرالية لبنان كرد على سعي حزب الله إلى تغيير هويته، لأن جزء كبير من الوطن بطل يشبهنا.